أكدت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن واردات البلد سجلت انخفاضاً ملحوظاً في الربع الأول من العام الحالي بلغ 23%. وأضافت الوزارة في بيان لها أن الواردات تراجعت من 16 بليون دولار في الربع الأول من العام الماضي إلى 12 بليون خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، إذ كانت مصر قد فرضت قواعد جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي للقضاء على الثغرات التي يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم والسعي إلى الحفاظ على موارد الخزانة العامة من الجمارك.